تعلن معي، هذا هو الكتاب المقدس. أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش. أنا جاهز لكي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي الثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير. كل شعب الله يقول يا رب. أني أصلي الآن بنعمتك أنك أنت تفتح أذهاننا اليوم لكي نفهم الكتب وقوة الله. تعال الآن بروح القدس يا سيد وتعامل مع كل شيء فينا الآن. تعال حرر، خلص واشفي، ليزيد يا رب حضورك في حياتنا ونحن ننقص. أنت تزيد ونحن ننقص. حضورك يعلن اليوم يا رب للخلاص والشفاء والتحرير باسم الفادي الحبيب يسوع. ليس لنا لكن لاسمك نعطي كل المجد. وأنا أصلي يا رب أن هذه الرسالة تصل إلى كل شخص يحتاج إليها في كل عالمنا العربي باسم الحبيب يسوع. آمين ثم آمين ثم آمين. هاللويا. تفضلوا الآن يا أحبة. من فترة في هذه الكنيسة بدأنا نتحدث عن التلاميذ، واليوم طبعا أريد أنه نكمل حديثنا عن التلاميذ. في سياق حديثنا عن التلاميذ تحدثنا عن تلاميذ الرب يسوع الاثناش، وتحدثنا عن كل واحد من تلاميذ يسوع الاثناش، ووصلنا في حديثنا إلى الرسول بطرس، وهو أول راعي في أورشليم. بالحقيقة كان في يعقوب عم يرعى هذه الكنيسة إلى أن استشهد الرسول يعقوب في بداية هذه الكنيسة، وكان بطرس أول راعي في كنيسة أورشليم. والتواريخ غير محددة بالحقيقة كيف صارت كل هذه المسائل، لكن أو مش دائما في ناس بتعرف، مش دائما هذا الموضوع واضح مين كان، لأنه كان مميز جدا يعقوب وأيضا كان مميز جدا بطرس. لكن الآن في سياق حديثنا عن التلاميذ، لم نكن نتحدث عن التلاميذ لكي نتعلم تاريخ صحيح، ولم نكن نتحدث عن التلاميذ لكي نزيد معلوماتنا ومعرفتنا، لكن تحدثنا عن التلاميذ لكي نتعلم أمر هام جدا، بأن الله يستخدم أشخاص عاديين في إرسالية غير عادية. أريدك أن تقول مع هذه الكلمات: الله يستخدم أشخاص عاديين في إرسالية غير عادية. نعم، بمعنى آخر الآن في سياق حديثنا كل ما نوصله في هذه الرسالة بأنه الله إذ كان استطاع أن يستخدم رسل مثل هيدول الرسل الاثناش، لواحد منهم خاين واثنين منهم كانوا غريبي الأطوار وواحد منهم كان شكاك وواحد كان مش عارف شو بده يعمل والباقيين كلهم مفرطعين، ومفرطعين باللبناني في ناس بتراح يفهموا شوي، مفرطعين يعني مفشلكين، قال هاي واحدة تانية، لكن ضايعين خلينا نقول هاللويا، يعني شرحناها بكلمة أصعب هاللويا. إذ كان الله استطاع أن يستخدم هدول الأشخاص العاديين جدا، إذن بكل تأكيد يستطيع أن يستخدمك أنت أيضا. في ناس بيقولوا لكن التاريخ تغير. إطلاقا التاريخ لم يتغير، الناس تغيرت. لا لا، البشر لم تتغير، التكنولوجيا تغيرت إيه، لكن البشر لم تتغير، الخطية لم تتغير، الخطية ما زالت هي ذاتها، الناس ما زالوا هن ذاتهم، الأفكار عند البشر ما زالت هي ذاتها. بالحقيقة إذا بتقرأ من التكوين كانوا بيفكروا مثل ما هلا بنفكر أيضا، نفس الأفكار، نفس البشر، نفس الخطية، نفس الشيطان هو ذاته بعد، ونفس الأفكار اللي عند الشيطان أيضا في أن يسقط البشري. وفوق هذا وكله عنا نفس الله، هاللويا. والأروع بعد أنه عنا نفس الكلمة، آمين. إذن إن كان تعمل في أيام يسوع، إذن بكل تأكيد تعمل في أيامنا هيدي. في أشخاص بيقولوا لا، كل شيء انتهى في انتهاء مرحلة الكنيسة الأولى. أنت غلطان، لأنه يسوع هو أمسا واليوم وإلى الأبد، هو لم يتغير، كلمته لم تتغير، الروح القدس لم يتغير. الله ما عنده محابات، الله يريد أن يلمس اليوم كما كان يلمس في الماضي. إذا كنت أنت تفتح قلبك اليوم، يريد أن يلمسك كما كان يفعل في الماضي أيضا. الذي شفى المرضى ما زال يشفي اليوم.
مازال يشفي اليوم، مازال يجول يصنع خيرا يشفي جميع الذين تسلط عليهم إبليس. نعم، وفي أشخاص لكن تقول الفرق بأنه يسوع كان هناك بهذاك الوقت، اليوم يسوع مش هون، بس تعرف شو اليوم الروح القدس هو هون. لا ما حدا سمع شو حكيت، قلت الروح القدس هو هون اليوم. هذا يعني بأن النفس الله هو هون، لأن الروح القدس مش أقل من مش أقل الله من الآب ولا من الابن، هو الله بنفس الآب ونفس الابن. نعم، بهذاك الوقت كان يسوع يجول في الأرض يصنع خيرا، لكن اليوم الروح القدس يجول في الأرض يصنع خيرا ويشفي جميع الذين تسلط عليهم إبليس. آمين آمين. نعم، وبمعنى آخر الآن يا أحبائي، كيف يفعل هذا الروح القدس؟ هو من خلال جسد يسوع اللي هو شريك في عمل الآن الملكوت مع روح القدس. عشان هيك تقرأ في كل أعمال الرسل، تقرأ الآيات اللي بتقول قال روح القدس ونحن، روح القدس عاننا، روح القدس قادنا، روح القدس مازال الروح القدس موجود هون على الأرض. نعم، وأسكان نفس الروح القدس. مين هو الروح القدس يا أحبائي؟ ها؟ سأل سؤال، مين الروح القدس؟ مش نص الله، هو الله كله، صح؟ أسكان الروح القدس هو الله كله، إذن لماذا نحتاج إلى آخر؟ بالنسبة له في واحد هو ممثل الله على الأرض. اسمعني شو بدي لك الآن، الله هون، مش محتاج لحدا يمثله. هاليلويا، آمين. هو هون، هو بحد ذاته هو كله هون. هاليلويا، بالروح القدس. الله اليوم من خلال كلمته ومن خلال روحه اليوم يريد أن يقودك كما فعل مع التلاميذ الأوائل. نعم، وكل حديثنا مجددا عن التلاميذ الأوائل هو لكي نقول بأن الله استخدم أشخاص عاديين في إرسالية غير عادية. والقاسم المشترك فين كل هيدول التلاميذ اللي تحدثنا عنهم واحد وراء التاني، تحدثنا عن هيدول الأشخاص لكي نقول أيضا بأن الذي كان يجمعهم مع بعض ميزة واحدة، بأنهم أتباع. والشخص الوحيد اللي انتهى خارج هيدول 12 وانتهى مشنوق وميت بمرارة وضايع كان يهوذا، بسبب أنه لم يكن يتمتع بهذه الميزة، أنه لم يكن تابع. لكن بالحقيقة كان بقلب التلاميذ يصنع ما هو يريد وليس ما الرب يريد. والكتاب يقول أنه كان أمين صندوق، عم يسرق الصندوق وعم يعمل اللي بده إياه في هذا الصندوق، وكان يبني لقلب بقلب المجموعة أجندة خاصة. وكيف بعرف هذه الكلمات؟ بعرف أنه كان عنده علاقات مع أشخاص عديدين رغم أنه كان ضمن المجموعة، فاتح لقاله عدة خطوط. وفي أشخاص عايش بالجسد اليوم، عايش بقلب مجموعة وعايش بقلب رؤية، بقلب أي كنيسة الآن، لكن عنده أجندة خاصة فيها. عارف كيف؟ بمعنى آخر، عارف أنه يوم الأيام أنا رح بروح وببلش ببني لقالي علاقات، بعمل لقالي الآن مسائل. ليه؟ لأنه بالحقيقة أنا ما بيهمني أن أبني رؤية في هذه الكنيسة أو أبني رؤية في أي كنيسة ما، ما بيهمني أن أتبع رؤية أي كنيسة ما، كل اللي أريد أن أفعله هو أن أتبع رؤيتي أنا. اسمعني جيدا، عندما نصل كلياتنا، بتعرف شو هي النهضة؟ اسمعني شو بدي أقول لك الآن، بتعرف شو هي النهضة؟ النهضة هي أن تسقط كل رؤى العالم وتبقى رؤية واحدة، هي رؤية الرب يسوع المسيح. المشكلة في الكنائس اليوم بأن كل واحد عنده رؤية، هذه المشكلة. المشكلة أن كل واحد بمعنى آخر عنده أجندة، مثل يهوذا عنده لقاله أمور خاصة به. بمعنى آخر بعض الأحيان بيقول لك ما أصلا أنا مش فرقاني ما يعملوا اللي بدكم إياه، ما أنا أصلا مش فرقاني. إذا أنت عم بتفكر بهذا الأسلوب يعني عندك مشكلة، مفروض أن يكون فرقاني معك. ما اصلا انا ما انا اصلا لا بقدم لا باخر. اذا انت عم تفكر بهذا الاسلوب صبح انت عندك مشكله، لانه انت بتقدم وبتاخر. حد عم سمعني؟ لانك جزء من هذه الرؤيه، جزء من جسد المسيح، لربما جزء ضعيف او جزء قوي، لربما جزء كبير او جزء صغير، مش هذا المهم، لكنك جزء. واذا بلش تفكر باني اريد ان اتحد في إيمان هذه الجماعة، أريد أن أتحد في رؤية هذه الجماعة، أريد أن أتحد في كنيسة الرب يسوع المسيح، إن كانت الكنيسة العالمية اللي هي كبيرة أكبر جدا من كنيسة حي فياضة، أو كانت الكنيسة المحلية اللي الله يريدك أن تتحد بها، اللي مسائب اليوم هي كنيسة حي فياضة،
إذن في على الحالتين أنت تتحد لرؤية الله عالميا من خلال وجودك في رؤية خاصة من خلال كنيسة محلية. اسمعني جيدا، ما في شيء اسمه مؤمن عايش من دون كنيسة. بمعنى آخر، مؤمن عايش من دون رؤية. الكتاب يقول يا أحبائي من دون رؤية يجمح الشعب، يعني يضيع الشعب. فهمت كيف علي؟ صبح الآن الذي جعل من يهوذا يهوذا هو أنه كان ضمن الجماعة عنده رؤية خاصة به، وما كانت رؤية الخاصة به بالحقيقة، لدرجة أنه كان عنده رؤية خاصة ليس بس به، بس أيضا كان يريد أن يستخدم يسوع برؤيته. في شهادة هون اليوم. بمعنى آخر، في بعض الأشخاص بعض الأحيان مش عاجبك شو عم يصير بالكنيسة، لكن كل اللي بدك إياه الآن أنك تمشي الأسيس والرعاة والخدام في هذه الكنيسة بحسب رؤيتك أنت، ولأنك مش قادر أن تسيطر بهذا الأسلوب، يا أما بتفل يا أما تتمرد، واحدة من اثنين. مش رح تشنق حالك، طمن، مع أنه كان لازم تشنق حالك، بس انت بس انت مش عم تشنق حالك. عرفتني كيف؟ صبح بمعنى آخر الآن يا أحبائي، المشكلة بأن يهوذا لم يكن يريد أن يكون مستخدم من قبل يسوع، بل أراد أن يستخدم يسوع. تبهت الفرق؟ وبعض الأحيان أنا وأنت عندنا نفس المشكلة، لا نريد أننا نستخدم من قبل الله، لكن نريد أن نستخدم الله. بعطيك متى بتقول لي أنا استغفر الله. لا أنا، لا مش أنا، لا أكيد مش أنا، أنا كثير آدمي، أنا لا مش هيك. لا اسمعني، رح أعطيك متى اللي هتشوف إذا أنت هيك ولا لا. لما بتصلي بالحقيقة، هل أنت بتصلي شو الله برؤية الله، أم أنت بتصلي شو أنت بدك؟ نلاحظ عندما الرب يسوع المسيح، بلشنا نحط إصبعنا، هاللويا، جاهزين؟ لاحظوا لما رب يسوع المسيح علمنا أن نصلي، لاحظ شو قال. في ناس نقول هاي هي الصلاة الربية، بالحقيقة هذه ليست الصلاة الربية، هذه يسوع يعلمني أنا كيف أصلي. الصلاة الربية هي في يوحنا 17 عندما يسوع صلى للآب، هناك يسوع صلى، لكن في هذه الصلاة، هذه لم تكن صلاة يسوع، إنما كانت تعليم يسوع كيف نحن ينبغي أن نصلي، صح؟ ولم تكن صلاة هيك مفرزة مثل ما هي حتى أنا وياك نلقطة ونبلش نرددها، لكن كانت، خليني سميها هيك، كانت مثل application form، أو بمعنى آخر استمارة ينبغي أنك تعبيها بهكذا. يسوع ما قال صلي هكذا، قال صلي مثل هذه الصلاة. أنت هون اليوم. ولما صلى الأبانا الذي في السماوات، لاحظ ما لك دخل بعض بالموضوع أنت، ليتقدس اسمك بعد ما جاب سيرتك، ليأتي ملكوتك بعد ما لك أي خصة. لاحظ؟ ومعظمنا نحن منبلش الصلاة منصليها بالقلب، نحن منصليها بالقلب، لأن لك الملك والقوة والمجد، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، نجنا من الشرير، وبعدين يبقى يتقدس اسمك ويأتي ملكوتك، وإذا كان شيء أبانا الذي في السماوات. تبهت علي كيف؟ معظمنا منبلش بالقلب، منبلش بأنه نصلي لأنفسنا قبل ما أنه نكون جزء من رؤية الله. والمشكلة أنه بعض القوانين الله ما عم تزبط بحياتك، لأنك أنت مش ماشي بحسب قانون الله. بعد قانون الله يعمل، عرفتني كيف؟ كل كلمة قالها الله تعمل. لا ولا بلا، تعمل قوانين الله تعمل يا حبيبي، لكن المشكلة أنه أنا وأنت لا نعمل بهذه القوانين. هذه المشكلة، وأنا وأنت بعض الأحيان نزور هذه القوانين، أو نبرم هذه القوانين، أو نلعب بهذه القوانين مثل ما نحن بدنا، ومعتبرين أنه الله معلش، الله آدمي. لا، الله مش آدمي، لأنه الله روحاني بالحقيقة، مش آدمي.
آدم من آدم يعني. الله كويس، مش رح يحس إنه ولو نقطنا على النقطة. لا، ما هو قانون. لا، الله مش لقطك على النقطة، لكن إذا بتنط من هون بتوقع بتكسر راسك. ما فيك تقول ولو على حسبتني على نطة. إذا بتنط من العالي بتوقع بتكسر راسك. ليش؟ قانون جاذبية. الله وضع هيك قانون، أنت عم تكسر قانون، تحمل العواقب. صح إيه ولا لا؟ إذا أنت بتوقف بقلب الأوتوستراد وبتقطع عليك سيارة، أنت مش رح تختفي. ليه؟ لأنه عندك جسد، هذا هو قانون الطبيعة. صح إيه ولا لا؟ مزبوط؟ إذا أنت ما بتاكل بتموت. مش مصدق؟ جرب. لا ولا بلا، احكوا معي. إذا أنت بتقطع نفس بتموت. ليه؟ في قوانين، في قوانين. إذا أنت الآن بدقك أي شيء بتتألم، ليه؟ في قوانين، هي أعصاب. الله وضع لك قانون في جسمك يعمل بأسلوب ما. إذا أي شيء بيتخرب بهذا الجسد، اسمعني جاي شو بدي لك الآن، كل الجسد بيتخرب إن كان صغير أو كبير. ليه؟ قانون، كله كتلة واحدة يعمل معا. يا ريت في هذا عم تسمع علي. الله اليوم يريدك أن تحترم هذه القوانين. لاحظ، قال أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. لاحظ معي الآن، لي لي لي، ثلاثة لي. قول معي، ليتقدس اسمك، لتكن مشيئتك، ليأتي ملكوتك. ثلاثة لي لي لي، صح؟ هذا يعني بأنه الأمر ليس تلقائي. هذا يعني بأنه الاسم يسوع مش رح يتقدس هيك تلقائياً. وبدك تعرف بالحقيقة أنه اسم يسوع مش رح يتقدس تلقائياً، مشي بالشارع بلبنان بتعرف أنه في ناس مش عم تقدس اسم يسوع، لكن عم تسب اسم يسوع. صح؟ والكتاب يقول أنه من أجلكم يجدف علي طول اليوم. بعض الأحيان نحن بسببنا يسب اسم يسوع. إيه ولا لا؟ صبح مش تلقائياً رح يتقدس اسمه، وإذا كان مش تلقائياً رح يتقدس اسمه، أكيد مش تلقائياً سوف يتقدم ملكوته إذا أنت لا تفعل شيء ما. وإذا كان اسمه لا يتقدس وملكوته لا يتقدم، مشيئته لن تحل. مش مشيئة الله أن يكون هناك قتل وسرقة والظلم. الله عادل. مش مشيئة الله أن الناس تنزل على جهنم. مشيئة، في ناس بيقول لك كف شو هذا، الله الظالم نزل ليس على جهنم، ليش الله خلق جهنم؟ سمعني شو بدي لك لين. مشيئة الله أن يخلص الجميع، هذه مشيئة الله، هذه ملء مشيئة الله. الله يحب البشر، قال لأنه هكذا كره الله العالم. نعم، لأنه هكذا شو؟ أحب. عفواً، بعتذر. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله يريد، لأنه أحب العالم، أن يخلص هذا العالم من خلال ابنه الوحيد. لأنه الذي لديه الابن لديه الحياة الأبدية، الذي ليس له الابن ليس له الحياة الأبدية. كتما دسبول، بل يستقر عليه غضب الله. إذن بمعنى آخر، الله أحب العالم ولقى لك طريقة لكي أنت تخلص من الغضب الآتي، أنك تخلص من الشرير، تخلص من أن لا يتقدم الملكوت. لكن أنا وأنت اليوم علينا أن نجعل الملكوت يتقدم. ومشان هيك الآن من خلال صلواتك ومن خلال صلواتك اليوم عليك أنك تبدل رأيك بأن رؤيتك لازم تقل ورؤية يسوع تزيد. شو هي رؤية يسوع؟ رؤية يسوع بكل بساطة هي يوحنا 3:16، هي رؤية يسوع أن يخلص العالم. تلاقي وين ما كان في رؤى ورؤى ورؤى ورؤى. يهوذا أراد أن يستخدم يسوع بدل ما أن يستخدم من قبل يسوع. كيف؟ بأنه معظمنا الآن يا أحبة عنا ليست صلاة، وبدنا بس أنه يسوع بصمة
اختم لي اياها اذا بتريد. معظمنا بالحقيقه عندنا خطه لحياتنا. انا عندي خطه لحياتي وانت عندك خطه لحياتك، كل واحد عنده خطط لحياته. مشان هيك لانه عندك اجندة وعندك خطط وعارف لوين بدك توصل انت، بالحقيقه ثلاث ارباع مشاريع الله لحياتك تسقط. ليه؟ لانه ثلاث ارباع الخطط اللي انت عايشها هون على الارض ما بتشبه شو الله بده منك. ها؟ ايه بس تقول لي بس انا بعرف مصلحتي. لا، ما بتعرف مصلحتك، والدليل انه ثلاث ارباع الاوقات بتكون يا مكتئب يا تعبان يا مكسر يا مش فرحان، رغم انه عندك كل شيء. كم واحد هون اليوم؟ لكن لاحظ الفرق. الرسول بولس تعرف شو قال؟ قال نحن كفقراء لا شيء لنا لكننا نغني كثيرين. ليس هذا رائع؟ ليه؟ لانه عندي الله، اعيش بالخطه. اسمعني، بدك تعرف شو قمه السعاده، السعاده المطلقه هون على الارض. مين حابب يوصل للسعاده المطلقه؟ هنجو دايكم. اشكركم. هذا حابب يعرف؟ خلص اجتماع. قمه السعاده المطلقه، هي لك كون عايش بسعاده مطلقه، هو ما له دخل قديش عندك فلوس. لأنه إذا عندك مصاري كتير اليوم هذا لا يعني بأنك سعيد، والدليل أنه في كتير ناس مليارديرية لكن ما عندهم سعادة. صح؟ منطق إيه ولا لا؟ في أشخاص عندها مصاري كتير لكن ما عندها سعادة، صحيح؟ موافقين؟ حدا بيعرف حدا هيك؟ لأنه يكون عندك صحة رائعة هذا لا يعني أنك أنت تكون سعيد. مظبوط؟ وفي كثير ناس معظمكم هون عندكم صحة جيدة، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن يكون عندك سعادة. أنك تكون تملك شهادات عليا وعائلة رائعة أو بيت أو ممتلكات أو أي شيء، هذا لا يعني بأنك سعيد. أنك تعيش ببلد ما، هذا لا يعني أنك أنت سعيد. والدليل في كثير ناس بالأماكن اللي أنت بتتمنى تكون فيها تقول لو أنا نص هذا الفلان كنت بكون سعيد. هو عنده كل أو أكثر بكثير من ما أنت بتتمنى. عايش ببلد منيح، تنفترض لبنان، هاليلويا على لبنان، أو أي من الأمور اللي أنت بتحس أنه إذا بتكون موجودة عندك أو عندك بتكون سعيد. عنده أكثر منا بكثير لكن مش سعيد. ما هي السعادة المطلقة؟ رح لك شو هي السعادة المطلقة. السعادة المطلقة هي نقطتين، افتح مزدوجين، جاهزين؟ السعادة المطلقة يا أحبائي هي الموت الكامل. في ناس ممكن يكون عم سمعوا علينا اليوم، ممكن يكون عم تفرجوا شو عم بيحكي هذا، بيقتلهم للعالم. لا مش هذا اللي عم بيحكي عنه اليوم. لا اسمعني، انا لا اتحدث انك تروح تنط عن الروش الليله، مش هذا اللي عم بيحكي عنه. الموت الكامل، اسمعني اذا الان، للخطه تبعك والحياه الكامله لخطه الله لحياتك. أن تعيش بسعادة مطلقة هي أن تعيش 100% بخطة الله. طالما أنت بخطة الله أنت فرحان، احتياجاتك مسددة، صحتك جيدة، كل شيء تمام. خارج خطة الله أنت مكتئب، مش كل شيء عم يتسدد، في مشاكل. هل هذا يعني بأن بخطة الله ما في مشاكل؟ لا، في مشاكل بخطة الله، لكن الذي فينا أعظم من الذي في العالم. هللويا. مشروع الذي في أعظم من الذي في العالم. إنك تكون عايش بخطة الله بالكامل هي إنك تكون بالكامل ميت عن خطتك أنت. وفي أشخاص بعض الأحيان بيجي بيسألوني أسيس كيف فيني أسمع صوت الله بكل سهولة إنك أنت تسكت. فهمت كيف علي؟ بدك تسمع صوت الله سكوت. ما بقصد يعني هينك، بس سكوت بكل سهولة.
بدك إنه خطة الله تتم بحياتك الآن، طول خطتك. بدك تعرف كيف الله بده يقودك اليوم، بكل بساطة الآن موت عن أنت شو بدك. يهوذا ما عرف يعمل هيك يا أحبائي، لكن الرسل ال 11 عرفوا يعملوا هيك. هذه هي التبعية الكاملة. أن تعيش بسعادة كاملة هي أن تعيش بتبعية كاملة. وأنا وأنت اليوم إذا نتحدث عن الرسل، لا نتحدث عن الرسل لكي نعرف أكثر أو ندرس تاريخ، نتحدث عن الرسل لكي نكتشف ما هو سر نجاح هدول الأشخاص اللي كانوا صيادي سمك، وبعض منهم كانوا جوبات ضرائب، واحد جاب ضرائب، يعني لك ما مجموعة جاب ضرائب، اثنين زعران اللي هن يوحنا ويعقوب الإخوة. شو يعني زعران؟ زعران يعني ولاد شارع كانوا، هذول كانوا تلاميذ يسوع، كانوا سمون ولاد الرعد، ولاد الرعد يعني عاملين عصابة مسمينا ولاد الرعد، لابسين جاكيتات جلد وتاتو على ايديهم، ولاد الرعد. اجوا ولاد الرعد، تخيلوا كانت نيناتهم بيبقوا ماشيين بالإحياء هونيك بالجليل وحالين مسجلة. ولاد الرعد، واحد كان متدين، واحد كان متدين، كان خيو لبطرس لما نحكي عنه أكثر اليوم، اندراوس أخو بطرس، كان متدين، بحب الروحانيات، بحب يشوف حدا يتبعه، كان من أتباع يوحنا المعمدان، وفجأة لقى يسوع. بالنسبة له كل شيء ما له طعمة، خلينا نصلي دايما. واحد تاني كان ناموسي، يتبع الشريعة، بالنسبة له فرجيني الكتاب شو بقول، فرجيني الكتالوج، ماشي على الكتالوج. فيليبوس وآخرين، تداوس ويعقوب خيو اللي هو يهوذا بالحياة، يهوذا اللي يدعى تداوس، ويعقوب خيو أيضا، اثنين إخوة، سمعان الغيور، حزبي، تخيل حزبي من الأشخاص اللي هن ضد الرومان، يعني من المعارضة، أنا ما بعرف إذا في شيء معارضة بلبنان، مثلا مش معروف شو في معارضة، ضيعونا. أهلا وسهلا بلبنان، بيضيعوا ما بيضيع، هاليلويا. وواحد بنفس المجموعة، واحد حزب اسمه سمعان الغيور، تابع لحزب الغيوريين لهدفهم يقضوا على الوجود الروماني في البلد، وواحد تاني بل بنفس المجموعة كان موالي خاين اسمه متى، يجبي ضرائب للرومان وبيطلع له شوية قصص، عاملينه زعيم كان بالمنطقة هوني متى. شوف ما مجموعة ناس عاديين جدا يا أحبائي، لكن بنظرات رب يسوع المسيح تحولوا من ناس عاديين جدا إلى أشخاص حاملين إرسالية غير عادية جدا. هللويا 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 هللويا، لدرجة أنه معظمهم استشهدوا يا أحبة. وقلت لك بالسابق رح أرجع عدلك بسرعة اليوم، رح أرجع عدلك وعدلك بسرعة اليوم كيف انتهوا الرسل. يعقوب الصغير كاتب رسالة يعقوب، مات بأن يسحق رأسه بعدما ضرب ورجم من اليهود. تعرف كيف يعني يسحق رأسه؟ كانوا يلفوا له شيء على رأسه ويشدوا يشدوا 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 لينبج، هيك مات يعقوب بن زبدي اللي هو أخو يوحنا اللي هو ابن الرعد، طبعا تعرفوا بأعمال الرسل بيقول قطع رأسه. يوحنا بن زبدي نفي من بعد محاولات عديدة فاشلة ليقتلوه، ما مش الحال، قام نفي إلى جزيرة بطمس. فيليبوس استشهد،
من بعد ما جلد وضع في السجن ثم صلب. صلب يهوذا طبعا خيل يعقوب الصغير اللي هو تداوس، طبعا صلب في سنة 72 في أديسة. بارتلماوس ترجم إنجيل متى لعدة لغات ومات بالهند من بعد ما ضرب ثم صلب. توما رمي بالرمح في الهند من بعد ما كان أيضا عم يوعظ هنيك، ضربوه بالرمح ومات واستشهد. سمعان الغيور لهذا الحزب اللي عمل لك عنه صلب ببريطانيا سنة 74 ميلاديا. لاحظ كم واحد صار مصلوب. اندراوس أخو بطرس صلب بالمقلوب مثل بطرس، هذا الروحي اللي كنت عم بقلكم عنه. متى قتلوه بالفراعة، قتل بالفراعة بعدما كان عم يوعظ بأثيوبيا، ضربوه بالفراعة ومات. هللويا. والآن بطرس طبعا صلب بالمقلوب سنة 64 ميلاديا. وإذ نريد أن نتحدث عن هذا البطرس، عمل أمور كثيرة يا أحبائي. هذا البطرس إنه الرسول اللي كان يتكلم دائما. الآن اسمعوني يا أحبائي، في سياق حديثا عن هدول الرسل، نالا راد في الأسابيع القادمة سوف أتحدث عن اللي جعلهم مميزين بعد أكثر، اللي جعل هدول الرسل مميزين أكثر. لأنه في بداية الأسابيع القادمة أو بداية الاجتماع القادم نالا راد سوف نبدأ بحديثنا عن شيء جديد، سوف نتحدث عن المواسم. معي؟ ليس رائع نحكي عن المواسم؟ صيف، شتاء، ربيع، خريف. ها؟ إذا تتحدث عن المواسم راح تفهم إشي كثيرة. لكن القاسم المشترك بين كل هدول المواسم إنه فيهم حياة. الله راد أيام الجاي راح نحكي أكثر عن هدول المواسم ونحكي أكثر عن هذه الحياة. لكن اللي جعل هدول الرسل يحيوا، اللي جعل هدول الرسل بالحقيقة يكونوا مثمرين، اللي جعل هدول الرسل إنه يعيشوا حياة مختلفة، إنه كانوا عايشين. الأسيس شادي شو عميق اليوم، مش معقول. يعني كانوا عايشين، أكيد كانوا عايشين. شو كانوا ميتين؟ لا اسمعني شو بدي لك لأني أحبه. برؤيا يوحنا بيقول هالكلمات، قال تبدو حيا لكنك ميت. المشكلة اليوم هي ليس أنك تبدو حيا وفي بداخلك موت، هي المشكلة. المشكلة هي أنك تبدو حيا. وفي أشخاص إمتى بتبلش خدمتهم تنزل؟ لما بصير يبدو حيا. لا ما حدا عم تسمع اليوم، ما بعرف ليش. مدري شو بك اليوم بس انت اليوم اسمعني شو بقول لك. لين اذا اردت ان تثمر، اذا اردت انك تكمل للاخر مع يسوع، ان اردت اليوم انك تكون مستخدم كشخص عادي جدا لكن بارساليه غير عاديه، كما كان عم بصير مع الرسل ال12 ال11 اللي بعدين اجى متياس محل يهوذا، ان كنت اردت ان تستخدم بهذا الاسلوب عليك ليس ان تبدو حيا لكن ان تكون حيا. الله غير مهتم بكيف تبدو، لانه الله لا ينظر اليك كيف تبدو، الله يعرف اذا كنت تحيا ولا لا. المشكلة إنه أنا وأنت نبدو أحياء. أنا ما عندي مشكلة أن تبدو ميتا لكن أنت حي. اسمعني شو بدي لك الآن، ممكن الآن أنك تكون في ظروف بشعة جدا، كل شيء يحيط بك خريف وشتاء وعواصف، لكن أنت من الداخل حي ومنتظر مجيء الموسم المقبل. لأنه الشجرة في فصل بلشنا نوعظ نهار أحد بعد أنه ما وصلنا، هاليلويا. الشجرة بموسم القحط بتشوفها مزلطة، باللبناني عريانة، بتشوفها كأنه ما فيها ولا نتفة حياة،
لكن انطور الموسم اللي بيجي. اوه هللويا. الذي جعل الرسل تثمر، الذي جعل الرسل قوية جدا لدرجة أنه ب300 سنة يا أحبي أو أقل من 300 سنة حقق هؤلاء الرسل ما لم يستطع الآن الكنيسة في هذه الأيام أن تحققه، لأنه العالم كله وصلت له البشارة بهذاك الوقت. اليوم أنا وأنت رغم التكنولوجيا، رغم العلم المتطور، رغم كل شيء صار موجود بإمكاننا الآن أن نستخدمه في أجل انتشار ملكوت الرب يسوع المسيح، لم نحقق بعد ما حققه 11 واحد صياد سمك. ليه؟ لأنه كانوا أتباع يحيون، أتباع يحيون. استقرأ يا أحبائي تكوين صح 22 من تكوين، تقرأ الله كم واحد مبسوط اليوم هون، هللويا بين هلالين يعني بس هيك. اوه هللويا، شعر مسحة الله في المكان اليوم. بتكوين على صح 22 تقرأ هذه الكلمات، الله يتكلم إلى إبراهيم، ومن بعد ما أن تجرب إبراهيم قال له لأنك يا إبراهيم لم تمنع عني ابنك وحيدك، قال سأباركك وأكسرنك وأسرك. قل معي أباركك وأثمرك. أباركك وأثمرك. بالترجمة دقيقة بتقول هيك، بالبركة أباركك وبالثمار أثمرك. بالبركة أباركك وبالثمار أثمرك. اسمعني جيد، هذا بيقول لك الآن بأن الثمار لن تأتي قبل البركة. إن لم يكن هناك في بركة الثمار لن تأتي. الناس بيقول أنا مش مهم عندي الثمار، مهم أنه أنا متبارك. اسمعني جيد، ما هي الثمار علامة لهذه البركة. إيه ولا لا؟ بالبركة أباركك وبالثمار أثمرك. نعم، ما هي البركة؟ البركة هي حياة. لاحظوا معي الآن يا أحبائي، إذ تحول إبراهيم إلى إبراهيم كان عليه أن يموت إبرام. أوه لسيد شادي اليوم عم يحكي الشاوية، هاللويا. بس ما في حدا عم تسمع مجدا للرب. عم بقول البركة هي حياة. إبرام كان ينبغي أن يموت لكي يحيى إبراهيم، صح؟ وعندما يحيى إبراهيم العلامة أن هذا الإبراهيم قد عاش هو الختان، صح؟ علامة خارجية في الجسد في الموضع التناسلي عند إبراهيم، صح؟ إذن الذي أنجب إسحاق ليس إبرام بل إبراهيم. البركة تأتي أولاً ثم الإثمار يأتي. بمعنى آخر، أنت مستحيل أنك أنت تفوت بالرؤية وتفهم جيداً وتثمر ومجموعتك تنطلق وحياتك تنطلق وقوتك تعلن والله يستخدمك بقوة إن لم تحيا أولاً. قد ما أنا بدي أقعد أحكيك وبتعرف كل العلم، وقد ما أنا بدي أقعد دفش فيك اليوم لكي تستخدم من قبل الرب ورب يستخدمك، تعرف ليش بأنه المؤمن الصغير بالسن بيكون مستخدم أكثر من مؤمن كبير بالسن؟ لأنه بعده عايش. عايش بالنسبة لله، ميت بالنسبة للعالم. أوه هللويا. شو اللي بيخليك تكون عايش بالنسبة لله؟ عوامل كثيرة مش رح أحكي عنها اليوم، مش رح بحكي عنا اليوم، لكن عم شهيك نحكي عن الحياة بالمواسم. مواسم الله مليئة بالحياة، كل موسم فيه حياة. إذ تستطيع أن تأكل من كل موسم مجدا. لكن الذي جعل بطرس بطرس كان يحيى. هل هذا يعني بأنه لم يكن يخطئ؟ لا، كان يخطئ. طب شو يعني كان يحيى؟
كان يحيى هذا يعني بأنه رغم كل الأخطاء كان دائما يستمد قوته ليس من أموره الخاصة بل من الله، وكل مرة استمد قوته من نفسه وقع، من ذكائه وقع. يا أحبائي إذا بتلاحظ اليوم كل شيء يعمل بنظام 12، معظم الأمور تعمل بنظام 12. ليش نحن نريد أن نتحدث الآن عن مجموعات 12 في هذه الكنيسة، كنيسة حياة فياضة؟ نريد أن نحيا في هذه المجموعات 12. يسوع كان عنده 12 تلميذ في 12 شهر بالسنة، في 12 ساعة بالنهار، في 12 ساعة بالليل، صح؟ كان في 12 سبط بالعهد القديم، وكل 12 سبط مقسمين لعائلات 12. هللويا. ولاحظ معي الآن، عندما دخل موسى إلى قدس الأقداس في العهد القديم، بعدني عم بتحدث لك الآن عن الحياة، الكتاب يقول بأنه أخذ 12 عصاية ووضعها قدام الرب، في عصاية بس فرخت اللي هي عصاية هارون، صح؟ قال مش بس فرخت، قال أورقت وعملت لوز كمان، وناس أكلت من هذه، تخيل يعني عصاية فرخت، ليه؟ فيها حياة، في حياة الله. اليوم قبل ما أن لربما تكون أنت هذه العصاية اليوم، لكن هذه العصاية ما بتنفع شيء غير تنحرق إن لم تأتي أمام الله وتفرخ وتعطي حياة. استفرخ تعطي الثمر، بالبركة أباركك، بالبركة أباركك، وبالثمر أثمرك، بالبركة أباركك. قول معي بالبركة أباركك، بعد مرة إذا بتريد، بعد مرة لو سمحت، وبالثمر أثمرك. مجدا 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 مجدا. إن شاء الله تكون عم بتلمع قدامك اليوم. تبدأ بأنك أنت تتبارك. كيف تتبارك؟ البركة هي الحياة، حياة الله. ما هي البركة؟ أقويك لكي تحيا وتزدهر، هي البركة. البركة هي أن الله يعطيك حياة. كيف تحصل على الحياة؟ مش رح بحكي عنها الآن، لكن في أوقات أخرى. الآن الرسول بطرس يا أحبائي عمل أمور كثيرة، وأنا سميته الرسول الذي يتكلم دايما، بيضل يحكي بطرس، دايما عنده أشياء أولى. بطرس تقرأ دايما في الكتاب المقدس، عادة ما كل مرة بتقرأ اسم بطرس اللي هو تاني اسم مذكور في العهد الجديد دغري من بعد يسوع، قد ما بيحكي بطرس، وكل مرة بتقرأ بطرس قبل بطرس بتقرأ كلمة قال، يقول، قال، يقول، ثم قال، أو بعدها قال، عادة هيك يتحدث كثيرا. الكتاب يقول يا أحبائي في الإكثار من الكلام زلات لسان، وهذا اللي كان يتحدث كثيرا بغلط كثير أيضا. يا لهذه الشخصية في هذا الرسول، إنه كان يتحدث كثيرا لدرجة أنه بعض الأحيان كان يقول الأشياء اللي كلهم كانوا بده يقولوها، لكن كانوا ينطروا لبطرس لهو يقولوها، لهو يقولها. بعض الأحيان بطرس أنا بشبه لهذا الولد اللي بيحكي الأشياء اللي كلهم كانوا بدهم يسألوا عنها، كانوا قاعدين بقلب بيت وفجأة بفوت واحد من خاره طويل، ما حدا بيعلق لأنه عيب، صح؟ أهلا وسهلا، ومنعمل حالنا كأنه مش شايفين، صح؟ وفجأة بفوت ولد بيجي ماما ليه هذا عمه منخاره طويل؟ بيفضح الدنيا، صح؟ وبتعرف كيف بيفضح الدنيا؟ كلهم بصيروا يضحكوا، صح؟ ايه ولا لأ؟ لا، بطرس هيك، بطرس اللي كان ما بيقدر يبلعه بده يحكي. بطرس كان من الشخص اللي ما بيعرف يضل ساكت، بده يعلق، بده يسأل، بده يستفهم، ليش هيك؟ بدي أعرف، بدي أحكي. وراء بالموضوع يا أحبائي، في كتير أشخاص بتغلط لما بتحكي عن الرسول بطرس وبتقول إنه كان جبان إطلاقاً، كان أكثر رسول شجاع، كان أكثر رسول شجاع. تقول في آخر الأيام إذ أول شيء استقابل معه الرب يسوع المسيح كان يجامله، تعرف تذكروا بطرس لما تقابل مع يسوع كان
بطرس عم بيجامل يسوع انه تفضل اطلع هلا شوف شو بدنا نعمل، بكب الشبكه يا خي تعبنا الليل كله بس على كلمتك رح نكب هالشبكه، انه ولو ما انت يعني صاحبه لخي. وبنفس الوقت الكتاب يقول بانه استخدم الرب شختورة بطرس او القارب تبع بطرس لكي يعظ اول وعظه، وبطرس ما عنده وقت بعده جاي من الصيد وتعبان على المغرب يعني هيك بلشت تغبغب، وبطرس تعبان وما له جلاده ومرته ناطرته بالبيت وسالت له عملت له طبخه ومظبطه الوضع وكل شيء تمام، وفجاه أرب يسوع بيقول لهم طلعوني بالقوارب. يا الله بطرس فكر اندراو صار له بطرس بليز مو معرف ما تجرسنا كرمالي بطرس كرمالي ولو ما أنا خيك وشريكك ويوحنا ويعقوب خي بطرس زبطنا إياه. وطلع الرب يسوع، وإذا بتعرف بحسب الكتاب المقدس أنه يسوع بهديك الوقت وعظ أطول وعظة، وعظة أخذت متى 5-6-7-8-4 صحات. إذا مفتكرين الأسيس شادي الأواد بيوعظ بيطول يي انتروا تشوفوا يسوع أو بولس تي ماذا سبول إنه بولس مرة كان عم يوعظ وطول، في واحد وقف قال قاعد على الشباك غفة، نشكر الله إنه ما في عنا شبابيك هون في الكنيسة واحد بيقدر يخفى عليها. قام وقع الزلمة مات، نزلوا صلوا له بالكنيسة عاش، طلع بولس كمل الوعظة. ما بده يخلي أي شيء يعيقه، هاليلويا. مثل أنا هلا شو ما بدك تعمل أنا بدي أكمل، هاليلويا مجدا ليسوع. يسوع وعظ وعظة طويلة وبطرس بده يروح على البيت، وفجأة يسوع فجأة قرر أنه يروح مشوار بالبحر. خذونا إلى عمق، دعوا ندخل إلى العمق البحيرة. يا الله الله وقت العمق، يا الله بدنا نروح يا خي، يا الله تكرم عينك يسوع. اندراوس هلا فرجيك، تكرم عينك يسوع خيو صغير اندراوس. الكتاب يقول يا احبائي انه اذا دخلوا الى العمق، يسوع بده يلعب هلا كمان، القي الشباك. بدي احكي اندراوس، اسكت بدي احكي لك يسوع. هلا انت عراسي يعني أسيس يسوع، انت عراسي بس حبيب قلبي تعبنا كل الليل ومنطفين الشبكات وانا اروح النام. خلاص حبيب بكره بتيجي معنا الصبح، ما هيك؟ لكن في شيء بيسوع ما خلى بطرس يرفض، في شيء بيسوع، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. كتاب يقول قال ألقى شبكة، مع أنه الرب قال له ألقي الشباك، صح؟ الكتاب يقول بأنه لما شيلوا الشبكة كانت هذه الشبكة أن تتخرق. ليه؟ لأنه ما سمعوا كلمة يسوع، يسوع قال لهم ألقوا الشباك، هو ألقى شبكة واحدة. وفجأة يسوع، فجأة بطرس أعلنت له فهم، قالوا أجل عند يسوع. أخرج من قارب يا رب، أنا إنسان خاطئ. وابتدأت الدعوة يا أحبائي بحياة بطرس. معظمنا هلأ فهمت أنه أنا بقدر أعمل كل شيء، هلأ عرفت، ناطر لتشوف يا بطرس. أخرج يا رب من حياتي. فجأة لما الرب يتدخل من حياته، يا رب أنا إنسان خاطئ، طلع فيي لين أنت إنسان عادي، لكن أنا أستخدمك اليوم بإرسالية غير عادية. هللويا، لأن القوة غير نابعة منك، القوة نابعة من روحي فيك. أمين. نسيتوا تقولوها؟ لاحظ معي الآن يا أحبائي، لأن اليوم فيما بعد
أنت لن تتصيد سمك يا بطرس، أنا اليوم أحولك إلى صياد بشر. هاليلويا. ومن هذيك الوقت بلشنا نشوف هؤلاء ال12 الكتاب المقدس بيقول بمتى وبيقول بمرقس وبيقول بلوقا وين ما بيروح يسوع هن لحينه، وبالأخص بطرس لأنه يريد أن يعرف كل شيء بطبعه. الكتاب يقول طلع معه على جبل التجلي، الكتاب يقول بأنه فات معه ورأى هذه البنت تقوم من الأموات، الكتاب يقول بأنه أينما ذهب يسوع كان بطرس قرب يسوع، يتسمع إلى كل كلمة، يصغي إلى كل عظة، يرى كل معجزة، يعرف كل ما يحدث، إلى أن وصل إلى مائدة الرب. ووصلنا مع بعض في الأسبوع الماضي لهذا الموضوع، كيف أن بطرس قال له لو الكل تركك أنا لن أتركك، لو الكل تركك، شوف ما الإعلان، أنا ما بتركك. وبالحقيقة هيك صار. كتاب يقول يا أحبائي أنا مستعد أن أذهب معك، مش بس هيك أنا مستعد أن نموت معك. وفجأة الإعلان إجا، بطرس اليوم قبل ما يصيح الديك 3 مرات أنت سوف تنكر أنك تعرفني، قبل ما يصيح الديك سوف تنكر أنك تعرفني 3 مرات. سؤال، وسألكم هذا السؤال من أسبوعين، هل كان بطرس يستطيع أن لا ينكر يسوع؟ بكل تأكيد. طب لماذا يسوع قال هذه الكلمات؟ إنها ليست كلمات لكي يقضي على بطرس، إنها كلمات لكي يحذر بطرس. وعطيتك التبرير في حديثي عن هذا الموضوع بأنه بالحقيقة لما الله بعث يونان إلى نينوى لكي يعلن لنينوى بأن نينوى سوف تدمر وقضاء الله سوف يأتي عليها، الكتاب يقول بأن يونان هرب من وجه الله، لكن الله لقى له الحوت ليبلعه يرجع يبزقه على شط نينوى أو بنينوى بمدينة نينوى. الكتاب يقول يا أحبائي بأن عندما أعلن يونان قضاء الله إلى نينوى، شعب نينوى تاب وتعفر بالرماد وطلب وجه الله، فالله شيل عنه هذه العقاب، هذا العقاب. ما الذي حدث؟ هل الله كان عم يكذب؟ لا، لم يكن هذا أعلان للقضاء، إنما أعلان للتحذير. وبعض الأحيان إذا الله يتحدث إليك لكي يحذرك، لا لأنه هذا الموضوع عم يصير، لكي يقول لك بأنك فيك تتجنب هذا الموضوع. ناس أسألك سؤال الآن، لأعطيك مثل تاني. تتذكروا معي عندما تحدث الله إلى قايين؟ كم واحد هون اليوم؟ راح أعطيك مثل آخر. تعرف شو قال له الله لقايين؟ قال له يا قايين الآن إذا أنت مش راح تنتبه هناك خطية واقفة على الباب تنتظرك. الله يرى، اسمعني شو بدي لك الآن، الله يرى النتيجة لكن يحذرك أن لا تصل إلى هذه النتيجة. لا لا، ما سمعت شو قلت. إذن لم تكن نتيجة حتمية بأن قايين ينبغي أن يقتل هابيل، لكن كانت نتيجة حتمية بأنه إن كان قايين لا يصغي إلى الله إيه؟ سوف يقتل هابيل. هاليلويا. وأنت أيضا اليوم إن شئتم وأطعتم تأكلون ثمر الأرض، بيقول بإشعياء الأصحاح الأول 19، بيقول هيك إن شئتم وأطعتم. قول مع هذه الكلمات إن شئتم وأطعتم، بعد مرة إذا بتريد، بمعنى آخر مين المسؤول؟ مين؟ من اللي خدمة هيك كل واحد هيك ينكز لحد ويقول له أنت عم بيحكي معك لألك، أنت مسؤول اليوم إن شئت وأطعت تأكل ثمر الأرض. لازم عم بيحكي عن المريخ، عم يحكي عن الأرض. إذا أنت بتطيع الرب اليوم تأكل ثمر الأرض فارس. هاليلويا، كل العالم يعرفك اليوم. هاليلويا. إن شئتم وأطعتم تأكلون ثمر الأرض. قال ولكن إن لم تطيعوا فالسيف يلتهمكم. صباح، في عندك خيار. لاحظ مجددا، أنا قد وضعت أمامكم الحياة والموت، بقول بتثنية صح؟
الخير والشر، صح؟ قال هدول موجودين أمامك، قال اختار الحياة لكي تحيا، لكن إن أنت اختار الموت من هو المسؤول؟ مين عمل هذا الاختيار؟ ما فيك تقول له للرب ليش يا رب ما غيرتني، بقول لك أنت اخترت. نفس الأمر الآن يا بطرس، الآن سوف يحدث هذا إن لم تتغير، بمعنى آخر إن لم تتكل على زراعك البشرية لكن اتكلت على رب. اسمعني جيدا، كيف هذا يعني يحدث؟ هل كان بطرس جبان إطلاقا؟ الكتاب يقول أنه لما أجوا يلقطوا يسوع ببستان جسيماني ويهوذا الرائع قبل يسوع، أليس هذا مزعج يا أحبين؟ عنده أجندة الزلمة، عم يستغل يسوع. اثنين، تعرفش يعني عم يستغل يسوع؟ يعني واحد يكون عم بيصلي بيبقى قاعد بمكان ما عم بيقول يا رب امضي على مشاريعي، إذا ما بتمضي على مشاريعي رح شوف أنا كيف رح أعملهم على كل أحوال، بس بحب أنه أنت تمضي. أنا عندي خطة لحياتي، ما فرقني معي أنت شو خطتك يا رب لحياتي، أنا عندي خطة لحياتي بديك تمضي. إذا أنت مضيت أو ما مضيت أنا رح أعملهم. تعرف مين عمل هيك؟ حدا فايق بالكتاب المقدس لحدا عمل هيك؟ الابن الضال الصغير، أنا بدي حصتي من الميراث وبدي تبركني، بركتني أو ما بركتني أنا رايح. وبعض الأحيان أنا وأنت نعمل نفس الأمر، امضي يا رب عم شري، أنا عندي أجندة. والبشع بالموضوع أنه نهار اللي أنا ما بقى عايزك رح بوسك. زين سعر فيك. غريب أنه يا أحبائي الروح اليهوذات هي ذاتها، أنه دائما يعتبر بأنه هو ضحية مع أنه بالحقيقة يكون المشكلة، بأنه أنا شو عملت؟ بستو، أنا بستو ليسوع. أنا كل اللي رحت على بستان جسيماني مع شوية أشخاص ليكسروا، بس أنا ما كسرته، أنا بستو. أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ وفجأة عمك بطرس لعبد رئيس الكهنة وطارد دينته للعبد شربل. إذن لم يكن جبان بطرس، والدليل بأنه أراد أن أنا معك، أنا قلت لك هلا على العشاء، قلت لك أنت وين ما بتروح أنا بتكون معك، لو الكل تركك أنا ما بتركك، أنا بموت كرمالك فرجيك أنا جاهز لحارب، أنا جاهز. لكن لم تكن قوة نابعة من قبل الله، لكن قوة نفسية. لم تكن، اسمعني شو بدي أقول لك الآن، تبعية مطلقة، إنما كانت تبعية عالمية. اليوم بدي أسألكم سؤال، مثل ما بصير اليوم بتلاقي في كتير أشخاص بالأحزاب والقوى في هذا العالم تتبع أشخاص معي؟ لما بيطل مصلحة مع هدول الأشخاص. ألو؟ ألو؟ أنتوا هون اليوم؟ نحن عايشين بلبنان، مفروض نكون كنا فاهمين كتير مني عشان عم بحكي. لما يكون في مصلحة مع هدول الأشخاص، وفجأة في منهم بيموتوا أيضا. ليه؟ لأنه رح بينكتب اسمي على شي شارع، في مصالح، في أمور، في تبرهن للقضية، للقصة، لأي شيء عايشين كرماله. لكن لم تكن هذه الأمر اللي الرب عم يطلبه يا أحبائي. الله لا يتبع الله لا يريد تبعية عالمية، الله يريد تبعية، اسمعني جيدا، زواجية، اتحادية، تبعية مطلقة، بأنك أنت تختفي وهو يزيد. تقول انه لحق يسوع بطرس، وين ما راح لحق يسوع بالاخر عمل واسطه لفيت حضر المحاكمه، ولما سمع المحاكمه بانه يسوع حكموا عليه بالاعدام بالحقيقه واخدينه لعند بيلاطس، تعرف اللي صار يا احبائي؟ بانه ما عرف كيف طلع، وهو طالع عم بتخيل بطرس عم بفكر هيك،
لا القصة جدية. لحظة خي أنا عندي عائلة، مالي ومال السياسة ومال هالقصة كلها وشو بدي؟ ما هيك؟ إنه هلأ هو راح يموت، إنه شو؟ بعدين لمعت براسه توما شو كان يقول، إنه خلينا نروح نموت معه. توما هيك كان يقول. شو هالتومة يعني؟ أنا كنت بقبل كل واحد يكون عندي تلميذ هيك، لكن مش مثل توما. توما من التلاميذ اللي كانوا شو ما بتقلهم، شو ما بتقول، نحن اليوم رايحين مشوار. كذاب. أو بيضل هيك، بيضل سلبي إنه. كيف يسوع قدر احتمل توما يا عمي؟ ما بعرف. بحبه لتوما. نقوى فجأة الآن يا أحبائي، خلينا نكمل مع بعض، لأن ركزوا معي. إذ بطرس خان يسوع، الكتاب يقول بأنه نتيجة هذه الخيانة ذهب وبكى بكاء مر، صح؟ لكن الرائع بالموضوع، هذا البكاء لا يشفي. الذي يشفي إنه طبعا هو الدليل توبة، لكن كان يحتاج إلى أن يجلس مع يسوع لكي يعيد له الحياة. قال وإذ أنت تعود، بمعنى آخر إذ أنت تحيا شدد إخوتك الباقيين. اسمعني جيدا، واحد بالكنيسة فيه حياة بيقدر يعطي حياة للباقيين كلهم حول منه. هاللويا. اسمعوني شو بدي لكم يا أحبائي، الحياة مؤثرة، الحياة فيها قوة أقوى من الموت. الحياة فيها قوة أقوى من الموت لأنها مؤثرة. تعرف كيف؟ فوت عند أشخاص كلهم محبطين وتعبانين، لكن واحد يفوت فيه وعنده حياة، فجأة بتغير كل الجو. ليه؟ فيه حياة. ضوي لمبة العتمة بتروح، ضوي صغير الظلمة تختفي. ليه؟ قوة النور أقوى من قوة الظلام. هللويا. إذ أنت تعود شدد إخوتك، إذ أنت تمتلئ من الحياة اليوم، دور على أشخاص الآن لكي تشددهم بهذه الحياة اللي فيك، لأن الحياة اللي فيك رح تهدي أشخاص يصير فيهم إن أدى حياة. كيف تعود؟ كيف الرب خلى بطرس يعود؟ بأنه بالحقيقة بطرس لم يعود، يسوع هو اللي عاد لبطرس، لكن كان بطرس ينتظر. هللويا. بطرس انتهى نوعا ما يا احبي الحياة اللي فيه، بيقول الكتاب المقدس بيوحنا بانه راح تيتصيد سمك. قال انا رايح خي الظاهر انه قطع له وقت طويل ومش شايفين شو بدنا نعمل، يسوع مات. كان رائع، عشنا اختبار رائع 3.5 سنين. هللويا. وفجأة عم تخيل مرته اجت لي، شو نفعك 3 سنين كبيتنا بهالبيت؟ شو اجيك؟ كنت أقول لك بس أنت هيك بطرس، أنت هيك ما بتفهم. في أشخاص عم بقولوا إيه؟ قال طيب شو، خلينا نرجع نفتح شركة الصيد، كان عندنا شركة ومراكب وقصص. يلا. قال وتوما أول واحد، توما أنا كمان جاي معك. لك شو هالتوما يعني؟ والباقيين راحوا. قال كلهم، أنا عم بقرأ لك شيء يا حبيبي، إذا مش متأكد اقرأ بالكتاب المقدس بالإنجيل راح تعرف إنه عم بحكيه صحيح، لكن وثق فيه الآن. الكتاب يقول بأنه راحوا يتصيدوا، وفجأة يسوع على الشط، رغم إنه هن بعد ما فهموا إنه من دون يسوع حتى سمك مش قادر تتصيد. يا بطرس أنت، لا قلت شيء كثير مهم بس قطع عليكم مرور كرام. خليني اقول لك شو عم بقول لك الان، نهار اللي اختبرت يسوع، كل شخص اسمعني اذا ما سمعت شيء قلته لحد هلا، اسمع ركز معي الان. نهار اللي اختبرت الرب يسوع مخلص لحياتك ودقت شو ممكن يسوع يعمل معك الان، اسمعني جيدا، مستحيل انك انت تقدر تعمل اي شيء من دونه.
من دوني لا تستطيعوا أن تفعلوا شيئا. قال ولا شيء فيك تعمل، مش رح تزبط معك شيء. لكن في المسيح يسوع كل شيء، ها، كل شيء مستطاع في المسيح يسوع. بأنك تحاول تعمل مثل يونان ما بينفع، تحاول تعمل مثل يونان ما بينفع، لأنه في حوت رح يبلعك. الرب بيعرف كيف يلاقي الحوت يبلعك، والأشخاص اللي هن بقلب الحوت طالعة ريحتهم. في أشخاص اليوم طالعة ريحتهم، تعرف ليش؟ بقلب الحوت. انطور عليه شوي صغيرة هذا، لأنه بعد شوي رح يبزقوا الحوت بمكان ما لكي تعود إليه الحياة. الله الآن يستخدم هذا الحوت لكي يعيد لك الحياة، لا لكي يقتلك. هذا عم سمع علي اليوم. ليك الرب يا أخي كيف بيتصرف، يعني بيبلعني حتى لي عيشني. ليه؟ لأنه بيعرف أنه خارج إرادتي ما في حياة. عشان هيك بعض الأحيان قال لك تع، بتقول لي أوف، وين أنا لكان إرادتي؟ وين أنا مشيئتي؟ وين؟ اسمعني، جاي ده نهار اللي أنت أعطيت حياتك ليسوع، أنت قررت أنك ما تقرر. أمين. نعم، بتقول لي أعطيني أي كتابية، أعطيك أي كتابية. حزقيال 37 تعشي بقول، قال أنا الآن أرش عليكم ماء فتطهرون. أنا الآن أرش عليكم ماء لحظة، أنت ما لك دخلي، أنا أرش عليكم ماء فتطهرون. أنت ما قلت شيء، أنت بعد ما دخلك أنت بالموضوع. قال أنا أنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلب من لحم وأضع فيكم روحا جديدا. وأجعلكم، قول معي أجعلكم، بعد مرة طالب هذا كله، أجعلكم. لاحظ انت ما دخلك، انت بعد ما اخذ رايك، بعد هو بعد ما سالك انت شو بدك، قال انا اليوم لانك انت لالي، لانك صرت عزيزا في عيني، لاني قد احببتك، لاني بدلت امما عوضا عنك، لاني فديتك، عرفتك باسمك، نقشت اسمك على كفه يدي، انا احبك، ولاني احبك لن اجعلك تضيع، ولاني احبك لا أحب الموت الذي فيك، ولأني أحبك سوف أضع فيك حياة لكي تحيا. أنا أرش عليك ماء فتحيا اليوم، ولأني أحبك سوف أبلعك بالحوت وأبزقك في خطتي مجددا، لأن خارج خطتي لا يوجد حياة. لا يوجد حياة، خارج خطة الله هناك موت. قال وأجعلكم، أجعلكم، أجعلكم تحفظون فرائدي وتعملون بها، وأنا أكون إلها وأنتم تكونون لي شعبا. أليس هذا رائع؟ إذن أنا بخير، هاليلويا. ليه؟ لأن هناك إله يجعلني، هاليلويا. هناك إله يجعلني. مجدداً طلب لهذا كله يجعلك، قال له مش مثل ما أنت بدك، لأنه يجعلك. رح تعرف شو بصير، رح بيخليك تصير بائس، مسكين، أعمى، عريان، تعبان، مكسر، ما عندك شي تعمله، محبط، ميت كليا، لدرجة أنك تقول له دخيلك يا رب، لك شفت أجعلك. هاليلويا. أجعلك، رح بيخليك توصل للمحل اللي تضلك تخبط راسك بالحيط لدرجة انه ما بقى في اي حل غير انك تصرخ للرب، بقلك ليه ما عملت هيك من سنة، ناطرك لتقلي يا يسوع اجعلك، وفجأة تعود للخطة، وفجأة الحياة تعود، واذا الحياة تعود بالبركة وباركك وبالاسمار اسمرك. هاليلويا، هاليلويا، هاليلويا. هناك حياة في بركة الرب لحياة
كل إنسان في هذا العالم. إذ الله اليوم يباركك يملأك بالحياة، وإذ يملأك بالحياة يملأك بالإثمار، لأن كل شيء يحيا يثمر. هللويا. وفجأة راح قال لهم قولوا للرسل ولبطرس. ليه؟ بدي عايش بطرس. كتاب يقول يا أحبائي أنه كان ناطرهم على الشاطئ، قال لهم ارموا الشبكة على الناحية الثانية. قال وشيلوا الشبكة مليانة سمك، قال هذا يسوع. والرائع بالموضوع يا أحبائي أنه لما رجعوا على الشط لقوا يسوع شاويلهم سمك، يريد أن يطعمهم. يا لي روعة هذا الإله اللي نحن نتبعه، إنه يتأنى عليك، إنه يحبك لدرجة إنه بيعرف أنت بأي حالة هلأ، ولا يريد إنه يأذيك بأي شيء، مشان هيك يتعامل معك الآن بكل حنية رغم إنك أنت ناكره. في أبشع بعد منك تنكره؟ يحبك يسوع، يحبك يسوع، يحبك. تلي أنا ولا مرة نكره، بلا يمكن بحياتك نكرته. كيف أشخاص يقعد سمعوا لي في كل أنحاء العالم، يمكن أنت عايش اليوم وناكر الرب. تلي أنا ولا مرة نكرته بالحكي، بس حياتك نكرته. عايش حياة ناكر الله، بأفكارك ناكر الله، بشغلك ناكر الله، بأمورك اليومية ناكر الله. يحبك، سوف يأتي لكي يطعمك اليوم. قال اذهبوا قولوا للرسل ولبطرس، بقول الكتاب المقدس ولبطرس بالأخص. وفجأة يا أحبائي الكتاب يقول بأنه الرب ترك الكل وجلس جلسة خاصة مع بطرس. وأنا بتخيل أنه بطرس كان لازم يجي لعند يسوع، يا يسوع أتحبني؟ لو أنا كنت بطرس تفكر أنه أنا أركض لعند يسوع بعدك بتحبني؟ نكرتك، تعرف يعني لو نكروا واحد بيقول، بس مش بس نكروا، الكتاب بيقول نكروا وسبوا، قالوا سب إن هو ونكر إن هو بيعرفه أصلاً. قال وشتم قدام مين؟ لو قدام، اسمعني جيداً، لو قدام شي حداً عظيم كنا منقول قدام جارية، يعني أضعف التجارب سقط. بطرس اللي وقف قدام خادم، هذاك رجل اللي معه سيف وقطع الدينة، الجريء، صار صوصاً أمام الجارية. ما الذي حدث؟ شو تغير؟ كان مفروض أنك تقول طبعاً أنا بعرفه. شو اللي تغير؟ القوة لم تكن نابعة من علاقة بطرس بالله، لكن نابعة من قوة نفسية، من الغطاء. الكل هون هلأ، كل شيء كان عم يتخيل بطرس انه يسوع مش ممكن يموت. هلا بتعرف شو راح يعمل؟ راح يعمل له شيء عجيب، يطلع منه يطير. راح يسوع قام الموتى يسوع، ولكن فجاه شاف يسوع اسلم نفسه. كان متوقع كل شيء ما عدا هيك، مع انه الرب قال له انه انا هيك راح اعمل، لكن ذكروا معي لما الرب قال له شو عمل، انتهروا. لم يصدق بطرس انه يسوع عم بيحكي جد، مش عم بيمزح، إنه ذهب إلى الصليب. ليه؟ لكي أنا لا أذهب إلى الصليب. ذهب لكي لا يموت. ليه؟ لكي أنت لا تموت. ذهب لكي يضرب. ليه؟ لكي أنت لا تضرب. هللويا 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 هللويا. ذهب لكي يجلد. ليه؟ لكي أنت تشفى. ذهب لكي يقوم. ليه؟ لكي أنت أيضا تقوم معه. لو فجأة يا أحبائي صار الحديث بين بطرس ويسوع، وبتعرف هذا الحديث تحدثنا عنه، أتحبني؟ يسوع إذا سأله لبطرس، بطرس بتحبني؟ يسوع بطرس كان متوقع كل شيء مع هذا الكلمة. كان متوقع بطرس يا خيبت عليك،
عود هون بدك كتير فت خبز بعد. كم توقع أي كلام يقول له يا رب ما عدا كلمة بتحبني؟ بتحبني؟ أنت تعرف يا رب. فجأة بطرس تحول إلى شخص لا يعرف. أنت تعرف يا رب. أنا حابب يا أحبائي اليوم انهي عن بطرس، بدي إياك تعرف بس تسمع جيدا. ما راح أخلص اليوم اجتماع قبل ما انهي عن بطرس. إذ صار الحديث عن أن تحبني، تعرف أنه كلمة فيليو وكلمة أغابي. أتحبني فيليو يعني أتعزني. أتحبني الرب كان عم بيقول له لبطرس كلمة أغابي يعني بتحبني محبة قوية جدا. قال له أنت بتعرف يا رب أني بعزك فيليو. مرة تانية أتحبني محبة قوية جدا، أنت بتعرف يا رب أني بعزك فيليو. ثالث مرة يسوع نظر إلى بطرس وقال يا بطرس أتعزني مش أتحبني، اللي هي فيليو ما بدي تحبني بتعزني. يا رب أنت تعرف كل شيء وتعرف أني أعزك. تعرف تعرف يا أحبائي. الكتاب يقول بأنه بطرس رب تعامل معه، وبيوم الخمسين حتى ما طول إليكم حديث امتلأ بطرس بالروح القدس. وهذا البطرس اللي امتلأ من الروح القدس فجأة وقف ووعظ وعظة الشهيرة. 3000 شخص اجوا للرب بنهار واحد. هاللويا 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 هاللويا. 3000 شخص اجوا للرب بنهار واحد. الكتاب يقول يا أحبائي بأن بوعظة بطرس قال هذه الكلمات، قال هذا يسوع لأنتم قد نكرتموه وسلمتموه. عفواً لحظة بطرس شو بيك فقد ذكرتك؟ إذا بتريد بطرس هذا يسوع اللي أنت نكرته مش نحن، أنت اللي عملت هيك مش نحن، لا لا لا، هذا اليسوع اللي نكرتموه وسلمتموه أنتم. شو بيك بطرس بتضيع؟ نسيت أنت شو عملت؟ نسيت أنك نكرت الرب 3 مرات قدام جارية؟ لا لا، هذا البطرس اللي أنتم عم تحكوا عنه مات. هذا اللي عم بتشوفوه الآن بطرس آخر. هاللويا هاللويا. بطرس يحيى بالمسيح، لا أنا بل المسيح يحيى في بطرس، مولود ولادة جديدة. بطرس الآن الذي يحيى بالمسيح. نقل الآن الرائع بالموضوع يا أحبائي، هل هذا يعني منع بطرس أنه يتغير؟ لا أطلاقا، ما زال بطرس محشى بأمور غريبة. ليه؟ تعلم من الكالتشر تبعه أو تعلم من الخلفية تبعه. بس في شيء رائع بخلفيتك انه هي ورا ظهرك. هاليلويا، هذا الشيء الوحيد الحلو بخلفيه كل واحد فينا. عندك شيء حلو بخلفيتك شربل انه هي ورا ظهرك. هاليلويا، ما بدي اشوفها مجدا. امين. ننهانا الكل صار شديدا، صح صح ولا لا؟ لا ولا بلا. الان هذه الخلفيه الان اللي بتحتم على بطرس انه هو يهودي الان، وأن لا يقبل أحد آخر إلا اليهود. تجدد بطرس روحيا لكن أفكار بطرس لم تتغير بعد، جسد بطرس لم يتغير بعد. الكتاب يقول بأن اليهود كانوا لا يدخلوا إلى أي مكان فيه أمم أو بيت أممي، بيتنجسوا فيها نجاسة بيتلوث. كان يعتبروا كل واحد بمعنى آخر أممي، يعني كل واحد مش يهودي وشخص ملوث بالنسبة لألون هيك. الكتاب يقول يا أحبائي بأنه بعد ما وعظ أول وعظة 3000 يهودي طلب الرب بهذيك الوقت، وتبع الرب يسوع المسيح بهذيك الوقت، وتعمد بهذيك الوقت، وابتدأت الكنيسة الأولى بهذيك الوقت بيوم 50. هاللويا، عشان هيك كانت كنيسة خمسينية. هاللويا، هاي بين هلالين عم بمزح. وابتدأت هذه الكنيسة الأولى، يعني أقدم كنيسة بالعالم. إمتى بلشت؟ يوم الخمسين. نعم؟ يوم الخمسين.
شفتوا كيف؟ نا الآن صح؟ يعني أنا عم غلط ولا هذا الحقيقة هيك؟ نا الآن عندما امتلأ بطرس وتحدث، الكتاب يقول بأنه راح انلقط بطرس منحط بالحبس. عم كملكم الآن قصة هذا الرسول الرائع إلى أن وصل إلى مكان ما، وكان فجأة، وهون رح نقرأ مع بعض بعمل الرسل الإصحاح العاشر، قال وفجأة الرسول بطرس، عمل الرسل عشرة، بقول هذه الكلمات، على صح عشرة من أعمال الرسل، بقول إيه تسعة، وفي اليوم التالي بينما كان الرجال الثلاثة يقتربون مدينة يافا، صعد بطرس نحو الظهر إلى السطح ليصلي. شو راح يعمل؟ وإذ بدأ يصلي بطرس، قال وأحس جوعا شديدا فاشتهى أن يأكل، بينما الطعام يعد له وقعت عليه غيبوبة. إذ كان شو كان عم يعمل؟ بعض الأحيان إذ تصلي، مشان هيك بتشوف هذه الأمور تحدث بالكنيسة بعض الأحيان، ما تخاف من ما يفعله الله. الله بعض الأحيان يريد أن يتكلم إليك، لكن لكي يتكلم إليك يريدك أن تصمت، وبعض الأحيان لأنه يريدك أن تصمت بخليك توقع تحت المسحة. عم تسمع علينا؟ بطرس بهذاك الوقت كان قال بلش يفكر بالأكل وهذا، وفجأة بوب وقع بغيبوبة. ليه؟ مش وقت الأكل هلا بطرس، بدي أحكي معك، أنا طلعتك لفوق لتصلي مش تتفكر بشو عم يطبخولك تحت. لو بعض الأحيان أنت بتجي لعند الرب وراسك بالفروج بالبيت، أو راسك بشو مرتك هلا عم تحضر أكل، أو راسك هلا ما نطلع وياي شو رح ناكل، أو راسك بدري شو بكرة بده يصير بالشغل، وفجأة الرب لك أريد أن أتكلم. إيه وأنت منشغل بأمور كثيرة، بقول الرب مش زابطة يا روح الله، بتطلع هيك هبجم بدي أحكي، ما عم بعرف أحكي معه هبجم باللبناني، يعني خد مكانك الآن. والذي يحدث، الكتاب يقول وقع بغيبوبة، إذن الموضوع لم يكن شيء نحن اخترعناه، هذا كان من البداية الكنيسة الأولى. لاحظ الوقع بغيبة، وفجأة رأى رؤيا، السماء مفتوحة ووعاء يشبه قطعة كبيرة من قماش مربوطة بأطرافها الأربعة يدل إلى الأرض، وهو مليء بأنواع الحيوانات الدابة على الأرض والوحوش والزواحف وطيور السماء جميعا، وناداه صوت يا بطرس قم اذبح وكل. لكن بطرس أجاب كلا يا رب. بليس معوني جيدا، هدول الكلمتين ما بيزبطوا حد بعضهم. لا ما سمعتوا أنا شو قلت. أنا قلت هدول الكلمتين ما بيزبطوا حد بعض، كلا يا رب ما بيزبطوا حد بعض، كلا يا مش رب إيه، بس ينبغي يكون نعم يا رب، ما بتثبت انه هو رب لكن كلا. اذا كان هو رب اذا هو نعم. الو كم واحد هون اليوم؟ ها طلب الحدا كله نعم يا رب، قال له انا نعم يا رب، لانه اذا كان هو رب اذا انا ينبغي ان اكون نعم. قال في وعود الله كلها في النعم، وأنا بقول أمين. شيك بقول بكورنثوس صح ولا لا؟ كل وعود الله فيها النعم، قول معي كل وعود الله فيها النعم. نلاحظ إن كلا يا رب، نهدول ما بيزبطوا حد بعض. نلاحظ إن كلا يا رب أنا لم أتعود، يعني عرف إنه الرب ورغم كل شيء قال كلا. ليه؟ لأنه بعض الأحيان يا أحبائي خلفيتي تسيطر على شو الله بده يعمل بحياتي،
لا ما سمعت أنا شو قلت. أنتوا ما حدا عم تسمع علي اليوم، ما بعرف ليش، بس تسمعوا علي الآن. بعرف عم بحكي اليوم وطولت لربما، لكن نشكر الله لأنه في أمور بعدين بتعرفوا ليش أنا عم بحكي شو عم بحكي وليش طولت اليوم. بعدين إن شاء الله. أنت شرب اللي بيعرف. هاليلويا. لكن الآن اسمعوني، عادة لما بتقول كلا يا رب، ليش أنا بتقول كلا ويا رب بنفس الوقت؟ لأنه بعض الأحيان أنا مش موافق على شو الله عم يعمل. طب ليه أنا مش موافق على شو الله عم يعمل؟ لأن أنا مش فاهم الله شو عم يعمل. ليش أنا مش فاهم الله شو عم يعمل؟ لأن أنا مش معود الله يعمل شو يعمل. هذا عم سمع علي الآن. عشان هيك في أشخاص تيجي على كنيسة حياة فياضة، أو تيجي على كنيسة ممتلئة من الروح القدس وبتشوف الله شو عم يعمل وتقول كلا يا رب. كلا يا رب. ليه يا ابني كلا؟ لأنه أنا مش معودك تعمل هيك يا رب. أنا معودك أنك توقفنا تقعدنا، توقفنا تقعدنا وبعدين كل واحد بروح على البيت يا رب. بس انك تملأنا من روح القدس ويصير اشياء بقلب الكنيسه والناس تنشفها، كلا يا رب. نعم، وين المشكله؟ المشكله اني انا لم اتعود يا رب. ليش لم تتعود؟ لاني تعلمت اشياء اخرى يا رب. مين اللي علمك هذه الأشياء الأخرى؟ الطبيعة والأمور اللي كانت عم تحصل والخلفية تبعيتي اللي أنا جاي منها لربما يحنني أنت. أتبع يحنى المعمدان. أو لربما جاي من أي خلفية اللي أنت جاي منها، لأن هذه الخلفية قالت لك أنه الله بيعمل هيك ما بيعمل هيك، بيعمل هيك ما بيعمل هيك. اسمعني شو بدي لك الآن. الله هو الله يفعل كل شيء ولا يعصر عليه أمر. مين أنت لتقول شو الله بيعمل وشو الله ما بيعمل؟ مين أنت لتحط الله بعلبة وتحدد وتقول الله بيعمل هيك؟ الله غير محدود. الكتاب يقول إنه يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. هذا هو الرب. إذن النهار اللي بتشوف الله عم يعمل شيء مش مكتوب بقاموسك بعد، بتعرف شو بدك تقله؟ نعم يا رب علمني. أوه هللويا. كلا يا رب. شوف هذه بحياتي الآن. كلا يا رب. يعني قديش نحن مهذبين إنه هذا الرب بس كلا. لا، زدتوها أنتم، دخنتوها له إنه فهمنا الرب يملأ بروح القدس. هلا كمان بدك تقول لي إنه الرب بيشفي كمان؟ لا، هو الرب. أنت عم تحكي عن الله. الله بنقي يعمل بده اياه. مش رح يسالك لما بده يعمل شو بده يعمل، ونهار اللي بده يهبشك ما رح يسالك كمان. ناس بتشوفوا ناس ممتلئين بروح القدس تحت المسها عم يعملوا اشياء غريبه، بيجوا من بعيد. هالواقعه من امتى بلش تصير معه هذا هيك؟ صير يتفرجوا وعم يصير هز براسه. تعرف ليش بصير هذا؟ لأنه الله عم بيخرب لك كل لهوتك، شوشك. أنا ما تعلمت هيك لما رحنا، يعني ما علموني هيك إنه الرب يعني أو لك شو يعني. وبتعرف ليه بعض الأحيان ما عم تقدر تستقبل من الرب؟ أنا بتلاقي مثلاً الناس بتقول تعال نصلي لك، أنا بتلاقي واقف قدام هيك. أنا شيء بصير تطلع إنه رفع إيدهم بيرفع، إنه ما بيرفع هذا إيدهم. منون هيك؟ أنا شيء كم عم تصلي له بصير هو.
شوف شو عم بصير. بعدين بصير بيعمل حاله مش شايفك، في طلع ورا شوف تأكد إذا في شي حدا بده يلقطه. أنا بتقول له ارفع ايديك، ما هو معلم هالقد بيرفع ايديهم. بتقول له لا ارفع ايديك، لا لا ارفع ايديك يا خير ارفع ايديك. يعني هذي بده يصير هيك ها، وهو بيرفع ايديه بعدين بصير بصير انت عم تصلي له هو. ليه؟ لان كلا يا رب. ليه؟ تعود ان لا يستقبل، ما بيعرف شو معنيت انه نعم يا رب. ها اسمعوني الان يا احبه، ما هذا شيء فهمي. الموضوع ليس التاثيرات، الموضوع ليس التاثيرات، الموضوع هو نعم يا رب. هذا هو الموضوع. لا لا ما فرقني معي الان اذا بتوقع بتضل واقف تضحك تبكي بتتحرر ترجف تنشفي، كل هذه المسائل رائعه، لكن مش هذه هي العلامه. العلامه هي نعم يا رب، هاي هي العلامه. نعم يا رب افعل بي ما تشاء. نقل رائع بمريم العذراء، تعال شو انا أمة الله فليكن لي حسب ما انت تقول. البدكة بدك توقعني، اوه هللويا توقفني وقفني، بدك توقعني بغيبوبة عمول بدكة، بدك تخدني خدني تجيبني تجيبني تسفرني سفرني تحطني هون عمول اللي بدك ايه يا رب. نعم يا رب، نعم للآخر يا رب، نعم 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 يا رب، نعم نعم لك يا رب. وفجأة يا أحبائي كانت كلام الله إلى بطرس، هذه الكلمات هي هذه: الذي أنا أقول عنه طاهر، أنت مين أنت لكي تحسبه نجس؟ مين أنت لتنجسه؟ إذا أنا أقول عنه منيح، مين أنت لتقول عنه عاطل؟ لو بعض الأشخاص تيجي على كنائس ممتلئة من روح القدس وتبلش الدين، ما فرقني معي إذا كنت قسيس، ابن قسيس، خادم، راعي، مين ما كنت تكون الآن، أوعى إنك تلعب مع روح الله أن تجدف عليه، مين ما كنت تكون. وبالأخص لأنه هذا مش مكتوب بأموسك بعد. الموضوع ليس بأن الله يتغير لكي يشبه أموسك، الموضوع أنك تكب هذا الأموس بالزبالة وتقول له يا رب ليكن لك ليكن لي كما أنت تقول. نعم يا الله نعم، لأنه هذا الأموس مش الله اللي عمله، أنت اللي عملته. يسوع قال هذه الكلمات: عبسا تعبدونني وأنتم تفعلون وصايا البشر وليست وصايا الله. الكتاب يقول الله يهب حيث يشاء، حيث يشاء مثل ما هو بده بيعمل. أمين أمين. الله الروح القدس ريح ونار، حطهم بالعلبة. فيك فيك تحط ريح بالعلبة، تشيل العلبة، فيك تحط النار بالعلبة تحده. وفي هيك كنائس حاطة الله هيك بعلبة، هيك الله بيتحرك، هيك الله بيعمل. حتى صلواتها بعلبة، لما بتصلي ما عندها علاقة مع الله، هي مجرد كلمات بتقريها، لأنه هيك هي لازم تكون، مثل كأنه في شي فورمول، تعيش فورمول قاعدة وماشيين عليها. اغلي الماء النظيف، دعيه يبرد قليلا، اضيفي سيريلاك وحركيه. ثم اطعميه لولدك. قاعدة ثلاثة معالق على بدك، مثل في ناس قاعدة ليجي الروح القدس بتعمل ترنيمتين، واحدة ضعيفة بعد شوية توقف ايديهم بعدين تعالي. فجأة روح القدس بيجي، رح بفاجئك روح القدس. مرة فاجأنا روح القدس يا احبائي، كنا بأرمينيا، اوه هللويا، وفجأة في فوضى بالمكان، فوضى، ناس عم بيعملوا، وواحد عم بيهبج وراي على درام بمبرق بر بر، ما فهم شيء من شيء، وفي روايح طالعه
وفي ناس عم تنطنط وفي كذا، وفجاه روح القدس فجأنا كلنا وشف المرضى وحرر المقيدين. هللويا. ما في هللويا، ما حدا وقف شعر بدنه. لا لا ما سمعت شو عمول. اجى الروح القدس وما حدا وقف شعر بدنه، لكن اجى الروح القدس. ما فرقني معي انت شو حاسس هلا، هللويا، لانه الله هون. هللويا. اذا وقف شعر بدنك او ما وقف، هللويا. الله هون اليوم. مشان هيك لانه هون اليوم هو يستطيع اليوم ان يشفي، يحرر ويخلص. نقطع حتى لاعمل وننهي اليوم مع بعض يا احبائي. الرسول بولس أن بالرسول بطرس أنه برغم أنه الله تحدث إليه والله استخدمه ببيت كارنيليوس الإيطالي الذي لم يكن يهودي، ها؟ رغم هذا وكله تقرأ في غلاطية بأن بولس أدب أو أنب بطرس، لأنه كان القاعد مرة مع الأمميين، ولما دخلوا اليهود قام وعمل حاله ما كان هناك، قاعد مع ناس غير يهود بمعنى آخر وتحرر. أوه هاللويا. قديش عم بتصير بأيامنا هيدي؟ قاعد مع ناس ممتلئين وفجأة اجوا ناس. شو عم بتروح هدول كنيسة المجانين؟ لا انه ماك بنروح من وقت لوقت، يعني عامل حاله ما بيعرف انه عاملها. حدا عم سمع علي الان؟ نحن لست كنيسة مجانين، نحن لسنا مجانين لكن ممتلئين من روح القدس. لسنا سكارى، ممتلئين من روح القدس، ممتلئين من روح القدس. هللويا. لا يوجد أجمل من هذا الموضوع، وأنا أصلي بأن كل الكنائس تختبر هذا الاختبار الرائع. هللويا. مجدا. كل الناس لا يوجد أجمل من هيك. ما أحليها. أنت الآن قاعد مع أشخاص مبسوط وكذا، وفجأة قطع من حدك حدا، أو أنت قاعد بين المؤمنين وقطع حدا رفيقك بالشغل، وأنت فجأة تلبكت مش عم تعرف شو بدك تعمل. تعرف ليش أنت هيك بتعمل؟ لأنك فاقد شهادتك بين الناس مش مؤمنين، خيفان. بطرس هيك كان. هذا بطرس، هذا راعي كنيسة. الله ملأه بروح القدس، لكن لكي يغير عليه انه بلش يغير خلفيته. لكي يغير عليه انه اسمعني شو بدي اقول لك، لكي تتغير لازم تغير خلفيتك، لكي تتغير لازم تغير كيف تفكر. ان استطعت ان اغير كيف انت تفكر استطعت ان اغيرك، ان استطعت انت ان تغير افكارك استطعت ان تغير حياتك. لأنه الموضوع ليس اذا الروح القدس ملأك ايه ولا لا، ولو قعدت على الارض ايه ولا لا، ورجفت ايه ولا لا، وضحكت ايه ولا لا. الموضوع ليس هذا هو الموضوع، الموضوع أن في رأسك، لأنه كما تفكر هكذا أنت أيضا. إن استطعت أن تتغير من داخلك من أفكارك استطعت أن تتغير كيف تفكر. وبطرس الآن يا أحبائي بشغلك أنت الآن، هل أنت مستحي بالرب؟ كون قاعد مع لما بيجي واحد بيقول لك هللويا كيفك يا أخ نوخ؟ كيفك يا أخ فلان؟ وفجأة بصيروا تطلعوا الناس كل اللي حواليك أخ فلان. وإبليس عنده قوة بالتخجيل إنه بلش يخجلك. روح التخجيل. الله لم يعطنا روح الخوف، هذا روح من الشيطان. كلمة خوف هي كلمة تخجيل. الله أعطانا روح المحبة والقوة والذهن السليم، ليس روح الخوف. إنه قاعد معموني هللويا أنت مش مؤمن، توب، يسوع يحبك، ما عندك شيء تخبيه، ما عندك شيء تخبيه. بطرس كان عنده شيء يخبيه، لكن أنت ما عندك شيء تخبيه. والله كان عليه أن يتعامل مع الرسول بطرس يا أحبائي. إذا اسمعني جاي، شوف الحقبة، الله غيره، شيل منه الجبن، شيل منه الخوف، حوله إلى شخص صادق، لكن كان عليه أن يغير خلفيته
وغير أفكاره. واليوم أنت أيضا بغض النظر عن أي خلفية جاية منا اليوم، هذه الخلفية إذا أنت ما بدك ما بتأثر عليك، لكن إذا أنت بدك بتأثر على حياتك. ومعظمكم تعرف شو الحاكم على حياته اليوم؟ خلفيته. مش عم بيقدر يطلع من شو كان هو بيفكر، مش عم يقدر يتغير يقبل الجديد. وعم بنهي قول هاليلويا خلص الأسيس. الخمر الجديد لا تستطيع أن تضعه بأوعية قديمة. الخمر الجديد ما فيك تحطه بأوعية قديمة، مش لأنه الأوعية القديمة مش جيدة، بس لأنه الخمر الجديد أقوى. كل الأوعية جيدة، نشكر الله من أجل كل الكنائس، لكن هناك خمر جديد ينبغي أن يتغير الوعاء، لأنه الوعاء إذا لم يكن أيضا جديد هذا الخمر في قوة أن يفجر الوعاء. مشان هيك الآن شخص يمتلئ من روح القدس بأوعية قديمة بصير في انفجار. هذا اختبر هيك شيء غادي بدكم. مشكلة مش في المشكلة بالوعاء، هذا الوعاء ما عم بيقدر يحتوي فيما بعد. طب وش صار؟ خمر جديد امتلأ فيه. والله اليوم يريد أن يملأك هذا أيضا، يريد أن يغير أفكارك، يريد أن يجعل خلفيتك وراء ظهرك تتعلم منها. لكن الآن الذي يحكم عليك هكذا قال الله، وتقول له نعم ليسوع. خلينا نوقف مع بعض الآن في محضر رب. مجدا 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 مجدا. اعلن اعلن نعم يا رب، ارفع ايدك هيك واعلن نعم يا رب، نعم يا رب، نعم 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 نعم، مية نعم، ألف نعم، مليون نعم، نعم لألك يا يسوع، نعم نعم نعم. أنا أريدك مية بالمية يا رب، أنا أريدك مية بالمية يا رب، أريدك أريدك أريدك. نعم 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 نعم. غيرني يا رب، شقلب أفكاري، غيرني كما أنت تريد، لا كما أنا أريد، كما أنت تريد يا يسوع. اعلن كل واحد، اعلن اعلن اعلن، ارفع يديك واعلن، اعلن يا رب أنا مستعد لأي شيء. نعم نعم، إن كان ينسجم مع كلمتك، إن كان ينسجم مع روحك. نعم نعم يا سيد، لأن فهمني من كلمتك، فهمني 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 فأفهم يا رب، فهمني. لربما أنت تقول له يا يسوع أنا بعدني مش فاهم. نعم الرب بيفهم عليك لما تقول له مش فاهم، لكن هو رح بفهمك اليوم، رح بفهمك إذا بتجي لعنده باتضاع بتقول له يا يسوع فهمني اليوم، فهمني كيف أتبعك، فهمني كيف أعبدك بروح والحق، فهمني كيف أعمل بمشيئتك، فهمني كيف أنت تزيد وأنا أنقص، فهمني يا رب، فهمني سبلك. كما قال النبي موسى، إن كنت قد حظيت برضاك يا رب علمني طرقك، علمني طرقك، علمني طرقك. ارفع يديك يا كل يا رب، علمني طرقك، اصنع بي يا رب مشيئتك يا سيد. اوه هللويا 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 هللويا. مبارك الآتي باسم الرب، الآتي باسم الرب، مبارك الآتي باسم الرب، الآتي باسمه، الآتي باسمه. نعم قبل ما نكمل مع بعض، هذا اليوم قد نهينا دراستنا عن التلاميذ، لكن ماذا تعلمت؟ يا رب الآن أنا حياتي تابع ليس بتبعية منطقية لأنك قائد ورائع، وليس بتبعية منطقية أيضا في هذه الكنيسة لأن في رؤية أو في حلم أو أي شيء في هذه الكنيسة، لا أنا تابع يا رب تبعية روحية مية بالمية، تعلقي ليس له أي دخل بأحاسيسي، ليس له أي دخل بماذا يحدث، له دخل يا رب برؤيتك أنت،
بأن أكون جزء من شعبك يا رب، أن أكون جزء من خطتك أنت، أن أكون جزء من رؤيتك أنت. هكذا أحب الله العالم. وأنا اليوم أريد أن أتوجه أيضا لكل واحد يسمعني على مرمم صوت أنحاء العالم، أنت تسمع اليوم لهذه الرسالة، يسوع أيضا يحبك، قل له نعم يا رب، نعم يا رب. كنت أي مكان في أي بلد عربي، لأن قل له نعم يا رب. يسوع اليوم يقرأ على باب قلبك، إن سمعت صوته هو فتحت الباب يدخل يتعشى معك، وأنت معه هو يحبك، هو يحبك جدا 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 جدا. له خطة لحياتك، له خطة لحياتك. الآن هو وقت خلاص لألك، لا وقت خلاص لألك في أي مكان كنت في هذا العالم. اليوم أشخاص عم تشوفني على التلفزيون، أو الناس عم تشوفني الآن في أي بلد في العالم، والأشخاص الموجودين اليوم في هذه القاعة، أي شخص اليوم من أي خلفية منا الآن، قل له يا رب أنا أرمي خلفيتي ورا ظهري الآن، ما فرقاني معي أي طائفة، أي مذهب، أي دين جاي منه، يسوع هو لكل الناس، يسوع يحب كل الناس. إننا لا نكرز لا بمذهب ولا بدين ولا بطائفة، نكرز بملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح، الذي يحبك ويحبك ويريد أن يخلصك، ويريد أن يخلصك اليوم، ويريد أن يبدأ معك بداية جديدة وحياة جديدة، ويريد أن يعطيك اليوم من روحه القدوس، ويريد أن يحررك من الروتين والتدين. التدين هو يضع الناس بعلبة. تعرف شو التدين؟ عمول وما تعمل، عمول وما تعمل، عمول وما تعمل. الله أكبر من هيك اليوم يا أحبائي، الله أعظم من هيك يا أحبائي. نعم الكتاب يقول لم يعد فيما بعد هناك شريعة، لكني أنقص شرائعي في داخلكم يقول الرب، وأضع فيك روحا جديدا، وأنزع منك قلب الحجر، وأعطيك قلب من لحم ودم، وأجعلكم تحفظون فرائدي وتعملون بأحكامي، وأنا أكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. أشكر الرب من كل قلبك الآن، أشكر الرب. بدي فريق التسبيح نطلع الآن لساني. أشكر الرب من كل قلبك. الأشخاص عم يسمعوني ببيوتهم أيضا، أشكر الرب. إذا أنت عندك مشكلة ما وتريد الخلاص الآن، صلي معي هذه الصلاة. الرب اليوم يريد أن يشفيك ويحررك. هللويا هللويا هللويا. قل له يا رب الآن جميعا، بينما كل رأس منحني الآن، كل عين مغمضة، كل رأس منحني، كل عين مغمضة الآن ببيوتكم أيضا، احني رأسك معي الآن وصلي معي هذه الصلاة. إذا بدك الرب اليوم أن يلمسك اليوم، أن تلد ولادة جديدة، يعني أن تتبع المسيح، يعني أن تصبح حياتك حياة جديدة اليوم، وأن تصبح شخص تابع وتلميذ للمسيح، وليس تبعية منطقية أو دينية، إنما تبعية روحية 100%. الرب ليس مهتم بالدين يا أحبائي كدين، الله يريدك أن تتبعه هو، يخلصك ويعطيك حياة أبدية. اليوم هو وقت الخلاص. صلي هذه الصلاة إذا أنت أسمعني ببيتك، أو شخص اللي عم يسمعوني اليوم في هذه القاعة، كل رأس منحني كل عين مغمضة، قل له يا رب هيك، قل له يا رب أنا خاطئ. كل واحد قل له يا رب أنا خاطئ، بشكرك لأنك متت من أجلي على الصليب، قمت من بين الأموات من أجلي. قل له هيك، بشكرك لأنه الأشياء العتيقة قد مضت، هأن الكل صار جديداً. بشكرك يا رب لأنه اليوم سمعت صلاتي واستجبت لي، وأنا الآن خليقة جديدة، وأنك لن تمحو اسمي من سفر الحياة، لكني أحيا فيك إلى الأبد باسم المسيح. أصلي آمين ثم آمين. إذا أنت صليت هذه الصلاة بهذه القاعة، تين علم برفع اليد، أنا أريد أن أصلي لك، علي إيدك ونزلها بسرعة، خليني أصلي لك. آمين خيي، هللويا، امين اختي، ربي باركك، امين امين امين، هللويا، مجدا مجدا. اذا انت صليت ببيتك اكتب لنا الان، اذا انت عم تسمعني على التلفزيون وصليت اكتب لنا على العنوان الموجود عندك على الشاشه، وبكل تاكيد نحن رح نرجع لك، رح نقدم لك هدايا ايضا، ونكتب لك ونكون على اتصال فيك باليوم الجاي. هللويا، كمل صلي معنا الان هذه الترنيمه جميعا. هللويا، تعالى ربنا وامتلك عرش القلوب سيدا، ولتسكن في وسطنا بك. Oh,
ابدا الان جميعا. تعالى ربنا وامتلك عرش الله. ارفع يديك يا جميعا سيدا تسكن في وسطنا تسكن اليوم في وسط تسبيحاتنا. تلمس يا رب كل واحد يوم في بيته محل ما هو الآن في كل أنحاء العالم. كل واحد صلى هذه الصلاة ويعنيها الآن في هذه الكنيسة أو في كل دولنا وأحبائنا العرب والدول العربية الآن. أيها رب أنا أصلي بأنك تبارك كل بلد عربي بنعمتك الآن. بالبركة تبارك وبالإسمار تسمر وبالحياة تحيي. أيها رب كل شخص ميت بحاجة لخلاصك اليوم شفائك لتحريرك. إذا أنت عم تسمعني الآن الرب يريد أن يشفيك اليوم، يريد أن يحررك بغض النظر عن أي مشكلة أو قيد أو مرض تعاني منه. يسوع مازال هو ملك الملوك ورب الأرباب، يجول يصنع خيرا، يشفي جميع الذين تسلط عليهم إبليس. هو يحبك ويخلص كل الذين يأتوا إليه بإيمان اليوم، وخلصك اليوم ويريد أن يشفيك ويحررك. هللويا. أني أعظمك الآن يا رب من أجل لمستك الآن لكل واحد في هذه الكنيسة. أني أعظمك الآن أيها رب لأنك تدخل بحياة كل عائلة اليوم، توحد العائلات بمخافتك وتحمي أوطاننا العربية لمجدك. أني أعظمك الآن من أجل فرحك وقوتك وسلامك وانتصارك يا رب، وحقك يا رب يعلو في أراضينا، حقك يعلو يا رب في ديارنا. نعم نعم نعم، نعظمك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك، ولأنك كنت موجود في هذه القاعة الآن لتصنع بقوتك يا رب وبشفائك وبسلطانك. تعالى ربنا وامتلك عرش القلوب سيدا، ولتسكن في وسطنا
بنصلي الآن يا رب أنك تملأ كل واحد بالحياة اليوم بالبركة اللي هي الحياة الآن. لا أحد يخرج اليوم إلا يخرج حي بالمسيح ويعيش مجددا يا رب الآن حياة فيك، ويخرج من هذا المكان وهو ممتلئ منك يا رب الآن للإثمار يحيا. أنا أتكلم للموت الآن بحياة كل واحد في هذه الكنيسة الآن، وأعلن حياة الله تسري في عروقك، في دمك، في قلبك، في كل شيء فيك الآن. قوة جديدة لعلاقة جديدة، لأنك تحيا إن كنت بعلاقة مع المسيح، علاقة حية باسم رب يسوع. هللويا. كمان نصلي الآن يا رب أنك تبارك شعبك ببركة الحياة والازدهار والعافية، وأنك تعلن سلطانك في حياة كل بيت وكل عائلة لمجدك حبيبي يسوع. توحدنا جميعا من أجل عمل مرضاك في كل أنحاء العالم. ملكوتك يتقدم، يتقدس اسمك، ومشيئتك تعلن في كل أنحاء بلدنا الحبيب لبنان وعالمنا العربي. إذ يعلن اسم يسوع في كل أراضينا، اسم يسوع الذي هو فوق كل اسم، إنه يشفي ويخلص، ملك الملوك ورب الأرباب. هللويا هللويا هللويا. كل شعب الله يقول، كل شعب الله يقول، كل شعب الله يقول هللويا. أعطي زقفة لملك الملوك ورب الأرباب. هللويا هللويا. اهتف هللويا، اهتف هللويا، اهتف هللويا.